السلام عليكم. دش أنا صبيحة اليوم والي ولاية العاصمة، إذن دش أنا المقر الجديد للمقاطعة الإدارية لبراقي، وهنا نشاهد يعني الطراز الراقي الجزائري. هذا هو الطراز الجزائري العاصمي، خاصة يعني في كنتيجة للتراكمات العمرانية اللي عرفتها مدينة الجزائر منذ المبايعة العثمانية، و يعني الطراز الزيري الذي كان موجود، وكان هو يعني الطراز الزيري الجزائري هو البوتقة التي تنصهر فيها كل التيارات العمرانية الهندسية التي مرت على الجزائر، من التراب يعني الأندلسي إلى التراب الإسلامي المشرقي إلى كل هذه التجاذبات تنصهر في الوعاء اللي هو يعني الجزائر، هو الطراز الزيري الجزائري اللي كان سيتا ميلونج سيتا براساج دو توت لي كولتور اوربانيستيك اترافير لي سيكل دو في سيتادين، سيرتو او نيفو دو لا فيل دالجي. عطتنا هذه النتيجة رائعة. هنخليكم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم. Thank you.